مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات من هنا من ميدان الشحنية في هذا المهرجان، مهرجان سيفي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. تتواصل هذه المسيرة مع انطلاقة الشوط 11 الخاص للحول من مسافة 8 كيلومترات. جائزة هذا الشوط شيفروليه سيلفرادو بيكاب تنتظر الفائز بالمركز الأول. نتابع هذه الأسماء والشعارات المميزة، نتابع مقدمة الشوط في هذا التحدي. شعار هجن العاصفة يتقدم على أول المراكز مع انطلاقة همة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي، يتابعها في عملية التضمير على أول المراكز. بينما المركز الثاني ننتقل مباشرة إلى ثاني المراكز وثاني التحديات في هذا التحدي. نتابع ثاني المراكز، شعار هجن الرياسة يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثاني، أو هنا الانطلاق والتحدي على المركز الثاني. وصلت الرياضية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم محمد بن جمع بن عبيد الفلاسي، يتابعها في عملية التضمير على المركز الثاني. بينما المركز الثالث يتابع الانطلاق الذيبة لسمو الشيخ سلطان بن زايد هيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروع، يتابع انطلاقة الذيبة على ثلاث المراكز. بينما المركز الرابع، رابع التحديات، رابع الأسماء، أجد في هذه اللحظة التقدم والانطلاق من تغريد لسمو الشيخ الذياب محمد بن زايد الهيان محفوظ بن خميس الجنيبي بمتابعتها في هذا التحدي على رابع المراكز. المركز الخامس أجد الكايدة لهجنة الشحنية مع عملاق المضمرين سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ينطلق متابعينا الكرام على خامس المراكز. إذا متابعينا الكرام، هذه المراكز الخمس الأولى نتيجتنا في هذا التحدي. العودة إلى الصدارة، إلى همة وشد الهمة يا الواثق مع انطلاقة همة من تحتل المركز الأول ومن تتصدر على هذه المجموعة بالقيادة المميزة لهجنة العاصفة المملوكة والتابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. يتقدم الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي ثاني المراكز وثاني التحديات. أجد في هذه اللحظة الرياضية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع المضمر محمد بن جمع بن عبيد بالدبيله الفلاسي على ثاني المراكز. يتقدم مع الرياضية في هذا التحدي على ثاني المراكز. بينما المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات وتتقدم متابعي الكرام في هذا التحدي وفي هذه الانطلاقة، وتابع الذيبة لسمو الشيخ سلطان بن زايد عن هيام مع المضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. ولكن حصل دخول وانطلاقة متابعينا الكرام في هذا التحدي. وصل التغريد لسمو الشيخ ذياب محمد بن زايد آل هيان محفوظ بن خميس الجنيبي، يتابعها في عملية التضمير على ثالث المراكز. بينما المركز الرابع تتراجع الذيبة لسمو الشيخ سلطان بن زايد عن هيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي جنتلمان المضمرين، هنا يتواجد على رابع المراكز. المركز الخامس أجد الكايدة لهجنة الشحنية بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، من يتابع الكايدة على ثاني خامس المراكز. إذا المتابعين الكرام، هذه المراكز الخمس الأولى هناك أسماء لم يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة، نترقب دخول جديد على المراكز الخمس المتقدمة. العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة الشوط في هذا التحدي وفي هذا الصراع المميز ما بين شعارات أصحاب السمو الشيوخ في هذا التحدي وفي هذا المهرجان، مهرجان سيفي أمير البلاد المفدى الذي يقام هنا على أرضية ميدان الشحنية. نتابع أول المراكز هنا متابعي الكرام. التحدي لا زالت الأمور مع تغريد لسمو الشيخ ذياب محمد بن زايد آل هيان مع المضمر محفوظ بن خميس الجنيبي على المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني وتابع الرياضية لصاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ينطلق متابعينا الكرام محمد بن جمعة بن عبيد بن دبيل الفلاسي يتابعها في عملية التضمير على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث من الجانب الآخر ومن الزاوية الصعبة الدخول في هذا التحدي الذيب اللي اسمه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروع، يتواجد في هذا الموقع على ثالث المراكز مع انطلاقة الذيبة، بينما المركز الرابع رابع التحديات همة متابعينا الكرام تحتل المركز الرابع لهجنة العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي، ووصلت في هذه اللحظات متابعينا الكرام خلود من هجنة العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي، يصل لأول ندى مع انطلاقة وتحدي خلود على خامس المراكز. إذا متابعينا الكرام هذه المراكز الخمسة الأولى المصرح لها بالإذاعة العودة إلى الصدارة، العودة إلى تغريد على الصدارة، تغريد تغرد على المركز الأول مع انتصاف المسافة 4 كيلومترات من عمر هذا الشوط انقضى، ويتبقى 4 كيلومترات أخرى عن نهاية وناموسي هذا الشوط. العودة إلى الصدارة مع تغريد لسمو الشيخ الذياب محمد بن زايد الهيان محفوظ بن خميس الجنيبي يتابعها في عملية التضمير والتحدي على أول المراكز. المركز الثاني الذيبة لسمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان مع المضمر جنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروع يقدم انطلاقة الذيبة على المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتابع التسلل. وصلت خلود لهجنة العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي، ولكن وصلت الشهانية لأول ندى تصل في هذا التحدي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. فيصل بن طالب بن شريم المري يتابع انطلاقة الشهانية على رابع المراكز، وأيضا القادمة في هذه اللحظات وصلت لمحة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم مع المضمر محمد بن مسور بن غانم بالقوبع المنصوري، ينطلق في خامس المراكز. إذا متابعينا الكرام هذه المراكز الخمسة الأولى، العودة إلى الصدارة، العودة يا متابعين قناة ريان في هذا النقل الحي والمباشر من هنا على أرضية ميدان التحدي في هذا المهرجان الختامي. نتابع التحديات الرائعة، الصدارة والمقدمة، تغريد على الصدارة، تغريد تنطلق بالشعار العناوي واصل شعار سمو الشيخ الذياب محمد بن زايد الهيان مع المضمر محفوظ بن خميس الجنيبي يتابع انطلاق التغريد على اول المراكز. المركز الثاني وصلت خلود، يا سلام، امبراطورية هجنة العاصفة تنطلق على ثاني المراكز ويغير في هذه اللحظة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي، يغير مع المركز الاول مع انطلاقة خلود ومتابعتها في هذا التحدي. المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات متابعينا الكرام وتتقدم لمحة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم مع المضمر محمد بن مسر بن غانم بالقوبع المنصوري، ينطلق متابعينا الكرام على ثالث المراكز. المركز الرابع أتابع الشهانية، الشهانية طارت مثل الشواهين الجارحة على رابع المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مع المضمر مضمر القرن فيصل بن طالب بن شريم المري تابعها في هذا التحدي. المركز الخامس تتقدم الشهانية لهجنة الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مع المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي يتابعها على خامس المراكز. إذا المتابعين الكرام هذه المراكز الخمسة الأولى بدأت الأسماء تتدخل مع دائرة النداء والعودة إلى الصدارة، العودة إلى خلود على المركز الأول، خلود على الصدارة تنطلق في هذا التحدي بشعارها المميز شعار هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي، مقدم لنا خلود على المركز الأول، ولكن الشهانية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أيضا أحد الخبراء في عالم التضمير فيصل بن طالب بن شريم المري مضمر القرن يتواجد على ثاني المراكز في هذا التحدي، ينطلق مع الشهانية، بينما المركز الثالث لمحة قادمة في هذا التحدي لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم
بن راشد آل مكتوم مع المضمر ومتابعها محمد بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري يتواجد على المركز الثالث. الشهانية رابعا لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الظافر علي بن جميل الوهيبي، ولكن الأسماء بدأت تتدخل في هذا التحدي. أتابع القادمة في هذا التحدي، وصلت متابعينا الكرام، تتقدم متابعينا الأعزاء في هذا الموقع، وصلت الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. فهد بن حصين النعيمي قادم ليعلن التحدي على المركز الخامس، ولكن نعود إلى الصدارة، نعود مع اللحظات الأخيرة، اللحظات التي تفصل عن نهاية وناموس هذا الشوط. وهنا خلود على المركز الأول، تتصدر على هذه المجموعة بالقيادة المميزة وبمتابعتها في هذا التحدي لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. ولكن الشهانية، الشهانية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع مضمر القرن فيصل بن طالب بن شريم المري ينطلق متابعينا الكرام ويغير مجريات هذا الشوط، ينطلق مع المركز الأول بالقيادة الموفقة في حتى هذه اللحظة مع الشعار المميز الذي يواصل تحدياته في هذا التحدي مع الكيلو المتر الأخير، الكيلو المتر الخطير، الشوط ما قبل الختام. نتابع التحديات الرائعة، هنا الصدارة والمقدمة، الشهانية على المركز الأول، ولكن وصل شعار هجن الشهانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية مقدم لنا ميلاف على المركز الثاني، ووصلت في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، بدت الأسماء تنطلق في هذا التحدي مع الكوكب الثلاثية، شعار سمو الشيخ ذياب محمد بن زايد الهيان محفوظ بن خميس الجنيبي ينطلق مع تغريد على المركز الثالث، ولكن الشهانية، الشهانية وميلاف، ومن الجانب الآخر تغريد ولكن ميلاف. ميلاف غيرت في هذه اللحظات واحتلت الصدارة، انطلقت بشعار هجن الشحنية مع المشاغب، من يشاغب مع الأمتار الأخيرة مع اللحظات المثيرة. محمد بن خالد العطية اللي يقدم لنا هذا الانطلاق المميز مع انطلاقة ميلاف وتحدياتها في هذا الشوط. تنطلق ميلاف متابعينا الكرام إلى خط النهاية فائزة بناموس هذا الشوط. تهانينا تهانينا والناموس للمؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الشحنية على فوز ميلاف بالمركز الأول، والتهاني إلى المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية من قدم ميلاف بناموس هذا الشوط لحظات وصولها إلى خط النهاية. تهانينا وألف مبروك المركز الثاني. وصلت الشهانية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المركز الثالث. تغريد لسمو الشيخ ذياب محمد بن زايد الهيام المركز الرابع، وصلت فيه معزة لهجن العاصفة المركز الخامس. كان الوصول متابعينا الكرام هملولة لهجن الرئاسة مع المضمر سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي. إذا متابعينا الكرام هذه المراكز الخمسة الأولى، نهني جميع الفائزين ونهني هجن الشحنية على فوز ميلاف بالمركز الأول، والتهاني إلى المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية من قدم ميلاف بناموس هذا الشوط. هذه لحظات التوقيت، لحظات الإعادة من مخرجنا العزيز محمد فيضي وأحمد السادة. ميلاف تصل إلى خط النهاية بالتوقيت المميز 12 دقيقة 52 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني، جاءت فيه الشهانية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم 12 دقيقة 53 ثانية وجزء واحد من الثاني. تهانينا والناموس لمضمر القرن فيصل بن طالب بن شريم المري المركز الثالث. وصلت فيه مشاهدينا الكرام تغريد لسمو الشيخ ذياب محمد بن زايد الهيان مع المضمر محفوظ بن خميس الجنيبي، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 54 ثانية وجزئين من الثانية. نهني جميع الفائزين. ينطلق متابعينا الكرام شوط الختام وختامها مسك بإذن الله تعالى، والكلمة للزميل فايز بن غفان الجابري. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، شكرا للزميل بدر العتيبي، وها هي